شركة غلاها وكيلة ذا سوماليلان هي فردي ايمانتا غلاها وكيلة ذا سوماليلان كلا هايين حرونتو ذا مقالة ذا هرقيسة ايا وحاكرد عاي اسفرسار عاي اسفرساران شركة دونكو وحانا فرسار كاني وكرد شاي مركي غلاها لهور كيني موشين لحريرا وريشين تاها مها كيد كا اي مقالة ذا بربرا فردي مانتا غلاها وكيلة ذا سوماليلان ايا كلا ماضي بوق يقع عنك هذا الدحمر يقدوميها قراها سي عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عيرو يقدومي كحقين كيسا كواد باشا محمد فارح يدو لبدا مسؤول اي مدنيا شاورتي دا قعان تاي سولتاقين قعان كهذا الكن مسؤولية الدحمر ايا كدراتي موشينا يسو صحيحين مدنيا تيرو دو قاري ساي صدن يسيديد مدنيا كاسي او تشيديد سو هايد ان قراها دبلو قسو عليو ورقد مدحوينها سومالي لان احمد سيناي وهرو غوسو قري غولها او كغه هري ان ما شيدال كمغاده بربره لو ورجيو شركه غار لو ليهي بل سي غدوميه عيرو ايا موشكاسي سورتاغي اسغو تلمامين خوريسااد كا غولهاسي انو خيليغان او غولين ان وخ موشين او لا خريرا ارينتان كلفدغ لغا سو دوداي ومر لباد كوسو نوقدو غولها غدوميه كخيغينكا كواد غولهاسي باشا محمد فارح aya go'aanka gudoomiyaha si weyn uga biyadiiday waxaana halkaas ka dhacay muran kooban oo markii dambe isu bedelay dagaal toos ah oo ay labada masuul iskaga hor yimaadeen gabagabadii fadhigeen ayaa ku soo dhamaaday dagaalka labada gudoomiye iyadoo oo mudanayaasha qaar kood iyo shaqaalaha hoosaadka guluhuna si weyn ugu mashquuleen kala jeedida labada gudoomiye